عسلامة ومرحبا بكم اليوم في اللانسمون دو نوتر نوفيل مارك شانغان اوتوموبيل. شانغان اخيرا في تونس. شانغان اوتوموبيل لا مارك كي في بارتي من لي توب 4 دي غروب اوتوموبيل شينوا افيك اون استوار دو 158 ans في صناعه السيارات والمحركات. الجروب اللي عنده 15 قاعدة إنتاج في جميع أنحاء العالم وعنده 35 مصنع سيارات ومحركات. عندها دي سنتر إير إن دي في اليابان، في الصين، في ألمانيا، في إيطاليا، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة زادا. شانغان أوتوموبيل عندها دي جوينت فانشر افيك دي مارك أليشيل انترناسيونال كيما الفورد، سوزوكي، بي اس اي والمازدا. L'introduction de la marque Hedi fil marché nta'na باش تبدا باللاغام كوميرسيال شانغان كوميرشال فيكول اترافير لا سيري ستار تراك امبورتي اون اسكادي انسامبل اي ان دوبل كابين اي اسامبلي لوكالمون في ايكار سوسا. توا باش نحكيكم على شويه تكنيك خاطر مهم برشا في لي فيكول كوميرسيال انه نفهموا وين ابعاد الكاميونه هذيا، كاميونه اللي هي 4 متر و60 كي تبدا اون دوبل كابين ولا 4 متر و50 كي تبدا اون سامبل كابين. كاميونه موجهه للي بروفيسيونيل اللي هما يعملوا في دي باركور تقريبا نتاع 50 الى 100 كيلومتر يوميا. تنقول لكم بعد شويه علاش قلت يعملوا في 50 الى 100 كيلومتر. نجموا تعملوا لها الكونفيغوراسيون اللي تحبوا عليها على خاطر نعرفوا لي بروفيسيونيل ماذا بيه ما تكونش محصور بالشكل نتاعها. هذاك علاش نلقاو لو بلاتو اللي تنجم انت تردو فريغوريفيك ولا تنجم تستعملوا بلاتو غيدال عادي مع عنده الجناب نتاعو يتحلوا، دونك تنجم تعمل بيه كل ما هو ليفغيزون. لي بروفيسيونيل صغار كيما لي بلومبيي كيما لي زيكتريسيان هذوك من كلهم باش يلقاو راحتهم في حاجه كيما هكايا. الحاجه اللي باش نحكيو عليها اخرى اللي هي ومهمه برشا علاش جبدتها على الكيلومتراج اليومي اللي موتوريزاسيون 1200 سنتيمتر كوب اسانس. يقول القايل بروفيسيونيل حياته كل مستانس بالديزل، كيفاش باش يشري ويدخل في مخه انه يشري حاجه اسانس؟ وقت اللي المازوت نشريوه يلزمو يعمل اكثر من 150 كيلومتر يوميا باش يولي رونتابل. هنا هذاك علاش نلقاو في بلدان كيما جابان كوريا وصين ولا في بلدان اوروبيه نعرفهم كيما ايطاليا نلقاو ثم لي ليتل تراك اللي هما صغيرين كمين صغار اللي نجموا يدخلوا في اللنهجه وينجموا يتصرفوا باش يعملوا كليفريزون رابيد ويتباركوا بسهوله. Tout ce qui est sécurité, on a le double airbag, on a l'ABS. Les équipements Z de confort, on a la climatisation, on a les vitres électriques, on a la fermeture centrale. Dans le modèle, il y a en quatre portes. Radio, Mansinège, Z, on a l'antenne.